احنا كناش على الهواء يعني. تفضل يا رفيق، ايش بدك تقول؟ قلت الوضع العربي، احنا ما كناش على الهواء لما تحدثت عن الوضع العربي. لا مش على الهواء، لا انا انت على الهواء. يعني قلت انت في الهواء الطلق. انا في الهواء الطلق، انا جاي متحدى. لا انا خاصه انا رجل في الهواء الطلق. يعني فعلا الوضع العربي، يعني نظرت الى من زاويه معينه كله يدعو للياس. يعني حاله استبداديه، حتى شويه الامل اللي كانت موجوده ان فما ما يسمى بالاستثناء الديمقراطي العربي في تجربه على الاقل تتوفر على الحد الادنى من النجاح الان ضربت. لكن من زاويه اخرى ايضا الشعوب تقاوم يعني، ولم تستسلم لهذه الحاله الاستبداديه المتخلفه. فعلا العالم العربي هو عباره عن ثقب اسود كما يذكر الدكتور عبد الوهاب الافندي، يعني مقارنه باوضاع الدول العالميه الاخرى او المناطق الاخرى من العالم، يعني الحاله الاستبداديه العربيه تبدو كانها استثناء. يعني الحياه السياسيه الديمقراطيه تقدمت في مواقع كثيره في افريقيا واسيا وحتى في دول فقيره وضعيفه، لكن بقي العالم العربي استثناء من القاعده العامه. لكن من الزاويه الاخرى هناك مقاومه مدنيه ايضا، هناك مقاومه شعبيه، لا يوجد استسلام لهذه الحاله الاستبداديه ولهذا التخلف السياسي العربي. فربما نفاجأ بتغييرات قادمه مثل ما تفاجأنا بالتغييرات التي احدثتها ثورات الربيع العربي. هل احنا نعزي انفسنا يعني بصراحه انه أين نحن في كل المنطقة العربية؟ هل هناك المقاومة دائما يعني على مدى كل العصور والديكتاتوريات التي مررنا بها منذ الاحتلال الكولونيالي إلى ما المرحلة ما بعد مرحلة الاحتلال التي ذكرها محمد العربي زيكي؟ ولكن هل هناك، فالشعوب دائما تقاوم يعني هذا ليس جديدا، ولكن هل هناك بقعة ضوء واحدة في منطقتنا العربية نستطيع أن نقول أن يعني أعطني دولة واحدة متميزة أو فيها نفس ديمقراطي، يعني باستثناء الكويت التي أرى أن هناك فعلا حراك ديمقراطي حقيقي في الكويت تستطيع أن تتحدث عنه، وهناك حرية إلى حد كبير، وهناك يستدعى وزير إلى البرلمان، هناك مقاومة للتطبيع دون أن يخاف الذي يقاوم التطبيع من أن يسجن كما هو الوضع في الأردن وفي مصر وفي دول أخرى. يعني هل هناك بقعة ضوء واحدة في هذا الوطن العربي؟ حتى لبنان اللي هي لها تاريخ عريق من الديمقراطية يستدعى رئيس وزرائها إلى الرياض ويضرب ويجبر على أن يكتب تنازله واستقالته من الرياض وهو رئيس وزراء لبنان. يعني أي إهانة لهذه الدول؟ بس هذه بالمناسبة أخي خالد، هذه قد تكون يعني قد تكون لا هو كلامك صحيح فعلا، يعني ليست هناك أي بقعة ضوء سوى ما ذكرت أنت، لكن هو هذا قد يكون من أهم عوامل أنه يعني هناك الآن أصبحنا على مشارف تغيير جذري. ما هو شوف التغيير مثل ما صار في ثورات الربيع العربي، لما حصلت أمسية حصولها ما حد كان يتكلم عنها. أنا دائما أذكر ربما الجلسة اللي جلسناها مع الشيخ راشد في لندن قبل الثورة التونسية بأسبوعين، وتكلم عن الوضع في تونس، وسأله أحد الفلسطينيين، أحد الشباب، قال له شيخ راشد متى يعني سنشهد تحرك الشعب التونسي وحرية تونس؟ فسأله الشيخ راشد قال له أخي الكريم من أين أنت؟ قال له أنا من فلسطين. قال له إن شاء الله لما تتحرر فلسطين، بعد ما تتحررون إن شاء الله نفكر في تونس. وإذ بعد أسبوعين، وإذ بالدنيا كلها تتغير، تونس ثم عقبتها مصر ثم صار الحراك في ليبيا وسوريا ثم شوه. أنا لما سجلت مراجعة الشيخ راشد، نعم، سألوا عزام، ما كنت بدي أقول سألوا عزام في المراجعات وقالوا كذا وتونس، قالوا فلسطين يعني بالنسبة للشيخ راشد كان يشوف هو أقول لك إيش قال. هو قال قد تعود أنت إلى فلسطين قبل أن أعود إلى تونس. بالضبط، لازلت أتذكر. طبعاً أنا نقدر هنا ربما قد أفتخر قليلاً، لأنه قبل هروبنا علي بأيام، ورفيق يشهد على ذلك وربما يتابعه، يعني كنت في معركة إعلامية مع أحد زبانية النظام، يعني من أكثر شخصيات دفاعاً صحفي على سنه صحفي ودفاع عن النظام، وقلت له أنه سيسقط بن علي سيحدث تغيير في سوريا وفي مصر. وصراحة كنا في
على ذكر كان هناك لقاء يكون لقاء شهري في يقيم الدكتور الغنوشي أستاذ الغنوشي في بيته أو في المكان في ربما رفيق حضر بعض هذه اللقاءات وكان مع كان جاء في 2010 الدكتور منير شفيق الفلسطيني المنظر الفلسطيني معروف فكنا ممكن 12 أو 14 عربي في اللقاء على أساس معارضة عربية عند الأستاذ الغنوشي فالدكتور شفيق قال عليكم أنتم معارضي العرب أن تتوقفوا عن مقاومة الأنظمة نتاعكم توقفوا يعني لن تأتي بنتيجة لأن الحل هو في فلسطين بمجرد أن نحرر فلسطين وأن إسرائيل استخدمت فلسطين لقمع الديمقراطية وقمع الأوطان العربية وأنا عندما تحرر فلسطين سيكون هناك حل كان ردي أنا وكان رد الأخ السوري ما زلت أعتقد الدكتور زهير يعني سادة صمت لكن أنا صراحة ردت قلت له يا دكتور شفيق يعني صراحة الآن تحررت فلسطين الضفة الغربية يعني بمعنى على الأقل الضفة الغربية وغزة وفيها محمود عباس وأصبح هو رئيس الدولة بدل رئيس السلطة يعني ماذا سيضيف لنا إلا أن دولة أخرى من الاستبداد نعم معركة فلسطين معركة رئيسية معركة هامة معركة مركزية ولكن معركة الحرية في اعتقادي وتحرر الشعوب وإسقاط الدكتاتوريات وقيام دولة القانون هذه أهم وإلا ستضاف فلسطين للقائمة 22 زريبة ما بدنا نكون فلسفيين كثير يعني أو نفلسف الأمور وإن كانت يعني تحتمل شيء من الفلسفة ولكن هذه الدكتاتوريات احنا نعلم ان دولة الاحتلال الاسرائيلي وجدت حتى لا تتمكن هذه المنطقة كلها من ان تنهض لانها المنطقة الوحيدة قد تكون الوحيدة في العالم اللي 90% من سكانها هم من نفس الاصل هم كلهم عرب عارب وعرب مستعربة 90% منهم يدينون بنفس الديانة ونفس المذهب كلهم مسلمون سنة هي خزان هائل جدا من الطاقة البشرية والمصادر الطبيعية فيعني لا يوجد إذا كانت الهند بالعرقيات هي تريد أن تكون دولة عظمى والولايات المتحدة التي تجمع الصيني مع الياباني مع الروسي مع اليهودي مع المسلم كله تجمع في بوتقة واحدة لتصبح دولة عظمى فهذه المنطقة هي الأولى أن تكون دولة عظمى لذلك برأيي أن دولة الاحتلال وجدت حتى تحافظ على محمد بن زايد ومحمد بن سلمان وعلى هذه الدكتاتوريات وعندما يكون هناك محاولة لأن ننطلق لأن تنتعش هذه المنطقة من خلال عملية سياسية حقيقية كما كان الحال في لبنان وكما كان الحال في تونس أو على وشك أن يكون وكما كان في مصر فلا بد أن تقتل هذه ووجدنا أن حفتر نفضوا الغبار عن حفتر ووضعوه في ليبيا ونفضوا الغبار عن الببلاوي وعدل منصور وجاء العسكر وعملوا الانقلاب فهي انقلابات متدحرجة في منطقة أرادت أن تنهض ولكن لم تستطع لكن ليس خالد معك فيها يعني ليس فقط الدور الإسرائيلي صحيح وهو جاء لتفتيت المنطقة وتفتيت الشعوب وتكريس الدكتاتوريات وما وقع في مصر واضح يعني إذا كان مبارك كان كنز استراتيجي فإن السيسي أكيد ما يقال فيه الآن أنه لم يسبق لهم أن تصوروا أن يأتي حاكم في مصر ويكون خدام لإسرائيل كما يفعل السيسي يعني تجاوز مبارك بكثير هذا الموضوع الإسرائيلي صحيح لكنه لا يفسر كل شيء ولا يجب أن نختزل فيه المعركة أوسع في الحقيقة وأكبر وأعمق وإن كان العامل الإسرائيلي نعم أنا لكنه لا يفسر كل شيء أنا أتفق مع العربي وأخالف خالد نوعا ما ليش؟ لأنه أنت لو نظرت إلى أصل المشروع الصهيوني ما كان يمكن أن يقام هذا المشروع الصهيوني لولا أن هذه المنطقة أولاً تعرضت للتخلف والتشرذم والتقسيم يعني معنى آخر أنه هيئت المنطقة لزرع هذا الكيان أنا بس خليني أول إذن لابد من أجل أن يقتلع هذا الكيان المزروع فيها أن تنهض من جديد ولذلك أنا في رأيي أن النضال في فلسطين سيستمر هذا واجب أهل فلسطين ومن يتمكن من مد يد المساعدة لهم في الجوار وفيما بعد الجوار ولكن تحرير فلسطين
كمشروع عربي إسلامي يتطلب تحرير الإنسان العربي والمسلم. أنا لا يعني لا أريد، خليني بس أوضح حتى لا يساء الفهم، أنا لم أقصد أنه يجب أن نتوقف إلى أن تتحرر فلسطين وهذا سيؤدي. أنا برأيي هي منظومة متكاملة، هي المنظومة حقيقة معروفة أن الكيان الإسرائيلي أوجد حتى هذه المنطقة تبقى متشرذمة ولا يسمح لها بالديمقراطية. عندما كان هناك محاولات لأن يكون هناك تحرر وعملية ديمقراطية ومشاركة ونهضة في هذه الدول، لم يسمح لهذه الدول، يعني تستطيع أن تقول للمحافظة على الكيان الإسرائيلي أو تقول أن الكيان الإسرائيلي وجد حتى تبقى هذه الدول متخلفة، بدليل أن نحن نعلم أن المنظومة الغربية شاركت في الانقلاب في مصر، شاركت وما زالت تشارك في إبقاء الوضع على ما هو عليه في ليبيا، إن كان فرنسا وإن كان كل الدول والولايات المتحدة. لا أقول أن المحافظة أن يعني التراتبية، لا أتحدث عن تراتبية يجب أن تتحرر فلسطين قبل أن تتحرر الدول العربية. أعتقد أن المحافظة على هذه المنظومة متكاملة، يعني الأنكر أو الوتد الموجود للمحافظة على هذه المنظومة هي دولة الاحتلال الإسرائيلي. على سبيل المثال الآن، يعني موضوع أن دولة مثل المملكة العربية السعودية تستثمر 2 مليار دولار، 2 مليار دولار يا رجل، مع شخص ليستثمر بدوره في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يعني ألا يدل هذا على أن هذه المنظومة متكاملة؟ فقط أختم بنقطة لا أريد أن أنساها، هو أن عندما قرأنا لبرنارد لويس، برنارد لويس المنظر المعروف للمحافظين الجدد وللمنظومة الاستعمارية كلها في المنطقة، تحدث عن أن العمق الاستراتيجي لدولة الاحتلال الإسرائيلي من نهر الأردن إلى حدود الهند، وقال يجب تفكيك سوريا إلى خمس دويلات، سنية في حلب، معادية لسنية في دمشق، وعلوية في الساحل، ودرزية في الجبل، هذا أربع دويلات. ولكن قال ما هو أهم ويجب أن يحصل أولا هو أن تتفكك العراق إلى ثلاث دويلات، سنية وشيعية وكردية. هذا برنارد لويس منظر الاحتلال الذي يحمل الجنسية البريطانية والجنسية الأمريكية ولم يعش يوما في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مات في 2018، أين دفن؟ دفن في إسرائيل. هذه المنظومة الفكرية التي تنظر لعملية تفكيك المنطقة تضع الاحتلال الإسرائيلي على رأس الهرم وتريد أن تستمر في عملية القهر وعملية الضغط على ألا تنهض هذه الدول الراقية الرائعة التي تملك كل هذه المقومات فعلاً لأن تكون دول عظمى. شوف الذي أبقى الاستداد الجانبين في ترابط، عفواً أخي أنس، يعني أنا فقط أردت أن أعرج تفاعل مع النقطة السابقة في المعطى الإقليمي. طبعاً في ترابط بين الملفات، المعطى الإسرائيلي والصهيوني ليس بعيد عن حالة التخلف أو الإعاقة السياسية اللي يمر بها العالم العربي، وأنا نشوف الدول التي ناهضت الربيع العربي وثورات الشعوب العربية تداخل فيها البعد العربي الإقليمي مع المعطى الإسرائيلي تحت عنوان الحفاظ على الأمن والاستقرار، وبقولة الأمن والاستقرار تقتضي يعني التعاون أو التنسيق مع الدكتاتوريات العربية باعتبارها الضامن الرئيسي للمصالح الإسرائيلية والمصالح الصهيونية في المنطقة. لكن إذا كان احنا قيمنا تجارب الربيع العربي وثورات الشعوب العربية، تقديري احدى الأخطاء اللي نحن يجب نتعلم منها الآن هو احنا واجهنا أجندة إقليمية بأدوات محلية قطرية، يعني كنا نواجه في مشروع يعني ارتداد أو انقلاب بأدوات إقليمية وبضخ إعلامي ومالي وسياسي واستراتيجي ومخابراتي إقليمي. كانت دول المنطقة مدركة للترابط بين الحالة السياسية العربية، ولذلك تشكلت نواة صلبة تقودها بعض دول الخليج وبالتنسيق مع إسرائيل يعني في مواجهة الربيع العربي، وكانت غرفة عمليات فعلا تشتغل بالليل والنهار ووضعت كل إمكانياتها ومقدراتها المالية والإعلامية والسياسية والاستراتيجية في خدمة وفي أجندة الثورة المضادة. مقابل كل ذلك كان كل قطر عربي، كل ثورة من الثورات العربية استغرقت في أوضاعها المحلية، المصريون استغرقوا في الشأن المحلي المصري، التونسيون استغرقوا في شؤونهم التونسية، الليبيون اشتغلوا في الشؤون الليبية، وحينما التفتنا يمنى ويسرى وجدنا أننا محاصرين بثورة مضادة بأدوات وبإمكانيات إقليمية. وبالتالي لابد من الانتباه لهذا البعد، لا يمكن أن تعالج المسألة السياسية أو أن
يعني تتجه نحو الديمقراطية في الأقطار العربية بدون رؤية إقليمية متكاملة في الحد الأدنى، بأجندة إقليمية بتعاون عربي، لأن ما يجري في تونس أو ما يجري في ليبيا أو ما يجري في مصر ليس منفصل عن بعض البعض. أنت لا تستطيع أن تكون يعني جزيرة معزولة عن المحيط والجوار العربي المباشر، أن تكون تونس ديمقراطية مقابل ديكتاتورية وبجوار ديكتاتورية في ليبيا وفي مصر وفي دول الخليج. طبعا دول الخليج كانت تخوض معركة حياة وموت، خلينا نتحدث أنا بما في ذلك المملكة العربية السعودية وعلى رأس السعودية، يعني قبل ذلك استطاعوا أن يواجهوا المد السياسي الديمقراطي الإسلامي بمقولة أن الإسلام السني مقابل الإسلام الشيعي، أن ما يأتي من مطالب التحرر ومطالب الثورة كانت بأجندة يعني وضعوها في الخانة الطائفية المذهبية، هذا تهديد شيعي وأجندة شيعية. لكن الخطورة أشد حينما يكون ذلك من داخل الأرضية السنية، أن يكون هناك إسلام وطني ديمقراطي بشرعية سنية، هذا مخيف أكثر. ولذلك تجند دول الخليج لإرباك الثورة العربية ثم العمل على إسقاطها بكل الصيغ وبكل الإمكانيات، وتم تسخير الأدوات المالية والإعلامية والسياسية والحرب النفسية منذ الأيام الأولى لثورة الربيع العربي. كنا نقرأ بعض الكتاب الخليجيين، وفي حقيقة الأمر كان ذلك بتنسيق وبدعم من الأنظمة الخليجية، أن ما سمي بالربيع العربي تحول إلى خريف عربي ثم إلى شتاء عربي قارس. كان ذلك منذ الأسابيع الأولى، يعني دول الخليج كانت متحفزة وكانت متخوفة من هذه الثورات منذ أيامها ومنذ أسابيعها الأولى. مقابل كل ذلك يعني كانت هناك أجندة محلية وطنية تشتغل في كل قطر عربي، كأن الدول العربية تحولت إلى جزر معزولة عن بعض البعض بدون رؤية مشتركة وبدون حد أدنى من التنسيق والتعاون في مواجهة الثورة المضادة. بمعنى واجهنا ثورة مضادة بحالة ديمقراطية محلية، ولكن هذه الحالة الديمقراطية لم تصمد طويلا. السؤال، إحنا المشكلة أنه تعودنا على حالة، ولكن الحقيقة ينبغي أن ننظر إلى هذه الحالة على أنها حالة شاذة، حالة غير طبيعية، حالة هذه المنظومة، منظومة الاستبداد ومنظومة الفشل في هذه البقعة التي وصفها خالد يعني بهذا الوصف الرائع من الناحية الهبات التي وهبها الله سبحانه وتعالى المنطقة، بالإضافة إلى الطاقة البشرية، بالإضافة إلى الكم المعلوماتي، بالإضافة إلى هذا الزخم البشري، إلى كل هالمسائل هذه، أن تبقى هذه المنظومة يعني ضمن حيز أو تحت مظلة الاستبداد والطغيان والفشل والديكتاتورية والظلامية وما شابه، هذا أمر غير طبيعي وإن طال، لكنه أمر غير طبيعي. السؤال هو الذي ينبغي أن نبقى نسأله، هو أنه يعني متى ستنتفض هذه المنطقة وتعود إلى المسار الطبيعي؟ المسار الطبيعي لأنه وفقا لطبيعتهم وطبيعة أهل المنطقة وشعوب وثقافتهم وخلفيتهم الفكرية والأيديولوجية والدينية ولقيمهم ولكذا، هم متجانسين، فكيف إذن يعودون إلى المسار الذي يصنعون فيه حالة غير الحالة اللي هي موجودة حاليا؟ هذا هو الأمر الطبيعي. أنا شخصيا أقول أن الذي يحافظ على هذا الوضع الشاذ هي مقومات وعوامل، منها وجود فرصة تاريخية، استقطابات معينة دولية مش عارف إيش كذا، بحيث سمحت لمثل هذا الحال أن يكون وأن يستقر نوعا ما لعدة عقود من الزمن. ولكن ترى هذه العوامل الآن نحن نشهد كيف تتغير، هي اليوم أمام أعيننا. اليوم الحرب الروسية الأوكرانية ترى غيرت من مسائل كانت ثابتة. إحنا كنا نقرأ السياسة العالمية قبل 3 شهور، اليوم نقرأها بشكل مختلف. ولكن اليوم أمريكا لم تعد هي أمريكا مالت قبل 10 سنوات. نعم. بريطانيا وأوروبا لم تعد هي بريطانيا وأوروبا. إشكالية أخي أنس، الإشكالية إنه إحنا أكبر هاشتاج الآن موجود في المنطقة العربية، من أكبر الهاشتاجات شيرين أبو عاقلة ليست شهيدة. يعني النقاش الآن على أن شيرين أبو عاقلة يجوز الترحم عليها ولا يجوز الترحم عليها. الرواية الوحيدة المنتظمة اللي هي متفق عليها هي رواية الاحتلال وكيف يريد أن يتعامل مع المنطقة. هي رؤية واضحة، رؤية استراتيجية، رؤية متماسكة. عندما تقوم ثورة في ليبيا يأتون بحفتر، عندما يكون هناك عملية ديمقراطية يأتي قيس سعيد، قبل أن يأتي قيس سعيد يذهب إلى مصر ثم إلى الإمارات ليأخذ التعليمات. إذن الرؤية الوحيدة المتماسكة هي
رؤية الاحتلال ورؤية السيطرة على المنطقة لأنها مصالح في الحقيقة عالمية. لا أريد أن أكون سوداوي، أنا كنت أبحث عن نقطة ضوء ولكن مثلكم لم أجدها. نحن في المنطقة أنا بدي أعطي لك حتى الضوء يا خالد، الكيان الصهيوني مأزوم، حتى الكيان الصهيوني الآن مشروع كله، المشروع الصهيوني مأزوم، مأزوم داخليا في فلسطين المحتلة ومأزوم خارجيا، شعوب العالم كلها قاعد والمشروع العالمي، المشروع العربي هو الحرب الروسية على أوكرانيا أنتجت عالم آخر وستنتج عالم شديد. نحن لسنا مهيئين أخي محمد، نحن لسنا الثورات لا تتهيأ بمنطق بالمنطق النخبوي، الثورات تتهيأ بظروف معينة مهيئة لنا. يعني احنا حتى خلينا نقول غدا الولايات المتحدة تصبح دولة عالم ثالث مثلا وروسيا تهزم في أوكرانيا، هل نحن مستعدون لمواجهة التحدي الجديد لأن ندير هذه المنطقة؟ أنا برأيي يعني الذي يريد لهذه المنطقة أن تبقى دون هو صاحب الرؤية الأكثر تماسكا من هذه الرؤية التي تراها تماسكا. اسمح لي دكتور عزام بسرعة، هذه الرؤية هي ليست متماسكة عندما تقرأ على أزمة العقد الثامن ليهود باراك مثلا، أو تقرأ لكتاب إسرائيليين كبار يرون بأن الدولة الإسرائيلية كما يسمونها قد تصل الآن إلى حدودها القصوى وأزماتها الكبرى. وعندما تجد هذا العالم الأوروبي الذي كان ينظر للاجئين هم أنهم سمر وأفارقة وأفغان وعراقيين وسوريين، فإذا بهم الآن أصحاب العيون الزرقاء والدين المسيحي والبيض، عندما تحدث كل هذا، هذا يعني أننا أمام وضع عالمي قديم على أبواب أن يرحل وآخر على أبواب أن يأتي، ليس حتما أفضل ولكنه بكل تأكيد بمعطيات متغيرة. أقول لك فقط شيء، أنا عندما تقول هل نحن حاضرين، عندما خرج الاستعمار الفرنسي من الجزائر وكان خروج عنيف ودموي، كانوا يعتقدون أن لا يمكن أن تكون هناك الجزائر فيما بعدهم، بكل أخطاء التي حدثت في الاستقلال ومن بعد الاستقلال، لكنها كانت وقامت لولا فيما بعد الانهيارات التي وقعت فيما بعد. لا ممكن، هو ممكن جدا. علينا أنا في اعتقادي وإحنا كنا بدينا به الحديث أن لا ننظر في الهاشتاغات، لأن الهاشتاغات وراءها أحيانا جيوش من الذباب الإلكتروني وحكومات ودول، وأن نهتم بما هو أعمق حتى لا يعملون. لا مو بس هذه، لكن وليس هذا فقط، لولا وجود هذه الهاشتاغات، لولا وجود، ترى من باكر الصبح احنا موعدنا راح نروح نعتمر ونحج مره ثانيه، صدقني توقع كليته. هذه المنظومه هشه، هذه المنظومه هشه وتقوم على حاله مأزومه. الذي تقوله صحيح، انا متفق معه. اليوم المشروع الاوحد الحقيقه في المنطقه هو المشروع الصهيوني، لكن هذا المشروع مشروع مأزوم ويواجه تحديات داخليه وخارجيه كما لم يسبق له ان يواجهها. لولا هذا وجود الان لهذا المنظومة العربية كلي تبي، لا بقى بن زايد ولا بقى بن سلمان ولا بقى السيسي. ترى ما ذكره الأستاذ خالد في جانب من الصحة، تقريب المنطقة العربية رخوة وربما من أكثر المناطق يعني هشاشة حتى مقارنة بدول الجوار. احنا لما قارن أوضاعنا مثلا بتركيا وبإيران، ليش معنا وضعنا أكثر هشاشة منهم؟ لأن في نيشن ستيت، في دول قومية، في تركيا استطاعت أن تضبط مجال القومي وتضبط مصالحها القومية وتدافع على وجودها وعلى كيانها. إيران دولة قومية، العالم العربي مبعثر أكثر قمرس، دولة قوية قمرس متماسكة صحيح. أكثر عنصر إعاقة في العالم العربي هو جانب التجزئة. يعني حقيقة الأمر احنا نتحدث مجازا على فضاء عربي مشترك، ولكن حقيقة الأمر احنا عندنا تقريبا 22 يعني سياسة خارجية و22 سياسة دفاعية مع الانقسامات والصراعات العربية البينية، ففعلا فيها شاشة. لكن في زاوية أخرى أيضا، العمل السياسي هو عمل تراكمي. يعني لو نظرنا من يعني بأبعاد سلبية فقط، نقول ليش كيف تحرر العالم العربي يعني من موجة الاستقلال وطرد الاستعمار، معناها في الجزائر وفي المغرب وفي مصر، وما آخر هذه الحلقات هي ودام شيرين أبو عاقلي. أنا برأيي هو جزء من هذه العملية التراكمية، هي عملية ديناميكية، عملية تراكمية. المعطى الآخر أيضا التغييرات الدولية، ليس فقط الحرب الروسية الأوكرانية، ربما هذه نقطة فيما أهم منها، التغييرات في المشهد الدولي. يعني حالة التعددية الدولية، بل مش فقط التعددية الدولية، بعض الخبراء الدوليين
يتحدثون عن نظام اللا قطبية. ما معنى نظام اللا قطبية؟ بمعنى أنه لا يوجد مركز متحكم في السياسة الدولية الآن، تعدد المراكز. نحن تقريب خلال 300 سنة أو ما يزيد على ذلك نظرتنا الرئيسية متجهة إلى العواصم الغربية، ما يسمى بالغرب. يعني بدأ الغرب الأوروبي في البداية باريس ولندن وغيرها من العواصم الكبرى، ثم انتقل القرار السياسي أو مركز الثقل. خوفي أن ننتقل إلى الصين. خوفي أن ننتقل إلى الصين. إلى عالم الشرق. يعني نهضة الشرق الآن صعود الصين. شرطة لا تكون بكين. وربما قد تكون. لا تكون بكين. على كل حال ثم تغييرات دولية. ليس بالضرورة تكون الصين أفضل من أمريكا أو أفضل من الغرب. ربما تكون أسوأ. أكد لن تكون. واقع التعددية الدولية يتيح هامش أوسع من الحركة. القوى الصغرى أو المتوسطة الحجم أمامها فرص تاريخية للانفلات. ولذلك من ناحية الاستراتيجية نشوف بعض الدول الإسلامية الآن صارت وضع استراتيجي أفضل. أندونيسيا، ماليزيا، تركيا، إيران أصبحت في وضع أفضل بكثير. الطرف الوحيد الذي لا يستطيع أن يستفيد من هذه المتغيرات الآن هو العالم العربي. ولماذا العالم العربي؟ لأنه مبعثر ومجزأ ومنقسم على نفسه. بس يكون موضوع حلقة قادمة، لابد أن يكون موضوع حلقة لوحده هذا. تماما. بس تفائل أنت يا أخي.